هو اليوم عريس سي محمد خويي، يستاهل احسن تكريمات ويستاهل تبارك الله لي غون بوديوم، لان كيف كنقول هذاك السيد ف يعني كفنان ماشي فنان عادي. تشرفت انني وقفت معاه بامال دو فوا، تشرفت انني تعلمت من عنده بزاف ديال الحوايج، تشرفت انني شاركت معاه الحضور والوقوف دي بلاطو التورناج. فهذاك السيد ما شاء الله يستاهل عينينا ونعطيهم ليه. اختنا الكبيره واعلاميه كبيره بزاف، والزوجه ديال واحد السيد اللي عزيز علينا بزاف سي سعيد ازار، كنشكرو على هذا المهرجان اللي كدير لها هي سي سعيد، كنشكرو على المجهود اللي كدير. فهذا المهرجان بدا صغير وغادي كيكبر، وعندي اليقين ان شاء الله في السنوات القادمه غادي يكون يعني من المهرجانات الكبيره ماشي غير في المغرب ولكن عالميا.